القطاع البيئي. وزارة البلدية والبيئة. اهتمت دولة قطر بموضوع الحفاظ على البيئة بشكل كبير، فالحفاظ على البيئة من مواد دستورها وإحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ولضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية، تقوم إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بمراقبة المشاريع من خلال كادر تفتيشي متخصص مزود بأحد أجهزة كشف الملوثات، يراقب الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المنتشرة في الدولة، بالإضافة إلى المنشآت التشغيلية والأنشطة المتنوعة في القطاعات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى مراقبة ومعالجة أي تلوث بحري نفطيا كان أو كيميائيا. كما تساهم إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في الحفاظ على البيئة والإنسان من خلال متابعة تلك المواد منذ طلب استيرادها والتحقق منها في المنافذ الحدودية للدولة، وتشمل مهامها ترخيص نقلها وتداولها والمخازن التي تحفظ فيها، بما يحقق المعايير البيئية القطرية. وكذلك تقوم إدارة العمليات البيئية بتلقي الشكاوي والبلاغات الخاصة بالتلوث البيئي من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة مع أحدث غرف التحكم المزودة ببرامج إلكترونية متطورة، تظهر شبكات الإنذار المبكر لرصد الهواء والمياه والإشعاع والبر القطري والمياه الساحلية والإقليمية للدولة، بالإضافة إلى منظومة وأجهزة الاتصال اللاسلكي مع كادر المفتشين لعدة إدارات لغرض التحقق من الشكوى وتسجيل المخالفات والحد من التلوث. أما إدارة الرصد والمختبر البيئي فهدفها التحقق من عدم تجاوز الملوثات في عناصر البيئة، الهواء، مياه البحر، التربة، للحدود المسموح بها وفق المعايير البيئية القطرية، وذلك برصد جودة الهواء بالدولة بشكل لحظي من خلال شبكة تربط عشرات المحطات لرصد جودة الهواء شاملة لمناطق تدريب وملاعب كأس العالم 2022. كما بدأت الإدارة بإنشاء شبكة لرصد جودة مياه البحر تعمل على إرسال بيانات مياه البحر بشكل مستمر، بالإضافة إلى برنامج شهري لأخذ عينات بحرية من مواقع منتشرة بالدولة لغرض التحليل الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي والتحقق من عدم تجاوز المعايير البيئية القطرية، مما يسهم في الحفاظ على الحياة الفطرية فيها. كما تعمل الإدارة وفق برنامج سنوي آخر يخص فحص التربة في الدولة من خلال أخذ عينات من مواقع منتشرة بالدولة. هذا وتسهم كل هذه البرامج السنوية وشبكات الرصد في إصدار التقارير النصف سنوية والسنوية عن حالة العناصر البيئية في الدولة للاستعانة بها في الدراسات والبحوث من قبل الجهات المعنية بالدولة،